مبروك يا استاذ. ولد ولا بنت؟ عروس. عروسه زي طبعا. ايه ده يا اخويا؟ المستشفى دي مالها؟ كل اللي بيتولد فيها بنات بنات. يا ريتني كنت رحت مستشفى تانية. يا ريت. الفنان متولي علوان من مواليد عام 1936 محافظة الشرقية، بدأ مشواره الفني من خلال المسرح، حيث عمل في الكثير من الأعمال المسرحية في منتصف السبعينات، ثم بدأ بالعمل الدرامي خاصة بالأعمال الدينية، فشارك في الرحمة المهداة والإمام محمد عبده. الفنان متولي علوان شارك في العديد من الأفلام والمسلسلات التي تجاوزت 170 عملاً، وكان أول أعماله مسلسل أبناء في العاصفة. والفنان متولي علوان شارك عمالقة التمثيل في مصر، حيث شارك بفيلم قاهر الزمن ونجح في إثبات نفسه بساحة الكوميديا، حيث شارك بفيلم جاءنا البيان التالي وبوحة. الفنان متولي علوان استطاع أن يحفر ملامح وجهه في أذهان المشاهدين، وذلك من خلال نبرة صوته المميزة والقوية، وكل شخصية يؤديها يتقنها بشكل كبير ويكون متعايش مع أبعادها بشكل كامل. رحل الفنان متولي علوان عن عالمنا في 30 ديسمبر 2008. رحم الله الفنان القدير متولي علوان. اهلا بحضراتكم. بمجرد طبعا ما نشوف الفنان متولي علوان على الشاشه على طول بيخطر في ذهننا بعض العبارات الشهيره اللي محفوره في ذهننا بالضحكه وبالبسمه، زي مثلا له قرايب مهمين او حسبنا الله ونعم الوكيل، واللي قالها باقتدار شديد لانه قالها ببساطه. في كده حاجات اسمها السهل الممتنع في الاداء، وهو كان من هذه المدرسه بيأدي بمنتهى السهوله ويضحكنا بمنتهى السهوله. عمل مجموعة كبيرة جدا من الأفلام واشترك في مجموعة كبيرة من المسرحيات. من أشهر أعماله كان بوحة، عوكل، صاحب صاحبه، اتش دبور، أبو علي، يانا يا خالتي. عمل مجموعة من المسلسلات التلفزيونية الناجحة والرائعة زي إمام الدعاء، السيرة الهلالية، حلم الجنوبي، ساكن قصادي، وكمان هو من القلائل اللي أدوا دور الشيطان ودور أبو لهب على الشاشة برغم أنه اشتهر بالكوميديا. خلينا نتكلم عنه كأب وكفنان وإزاي كان بيحضر الأدوار، ونعرف معلومات كتيرة وكبيرة عن متولي علوان من خلال بنته الفنانة مايا متولي علوان. اهلا بيك يا مايا. ازي حضرتك عاملة ايه؟ الحمد لله. ازيك انت عاملة ايه؟ تمام الحمد لله. يعني دايما بقول اني ببقى مبسوطة جدا في مصر جميلة بجد، لان انت بتبقى مشرقة وكمان لسه لازم اقول الكرو بتاع العمل استقبال بجد راقي جدا، وانا ببقى مرتاحه جدا وانا معاكم بجد. ميرسي. اشكرك، دي شهاده نعتز بيها. ميرسي جدا. ميرسي. وطبعا احنا بنبقى سعداء بالناس اللي عملت علامات في الفن، مش شرط ابدا انه يكون مساحه الدور تكون كبيره عشان يكون الناس بتاثر. عمرنا ما شفنا ان ستيفان روستي او عبد الفتاح القصري او زينات صدقي او ماري منيب كانت مساحتهم كبيره قوي. صح. ربما كانت مساحتهم ضئيله جدا، لكن هم دول اللي عايشين معانا لغايه دلوقتي ومؤثرين فينا وبنفتكرهم اكتر يمكن من نجوم شباك كبار. لا صح. فبابا من الناس دول اللي احنا فاكرينهم، ودايما مجرد استدعاء صورته بيضحكنا وبيبسطنا وبيبهجنا. طبعا انا بفتخر قوي لان انا بنت الفنان القدير متولي علوان. ليه بفتخر؟ يعني كفايه حب الناس، كفايه ان انت لما بتبقي في الوسط كل الناس مثلا لما تفتكر بس انت متولي علوان، يا نهار ابيض، حب الناس سواء في الدول العربية سواء في كل مكان. فده مش أي حد بيعرف فعلا يوصل للمرحلة دي. صحيح. فدايما بقول ده أكبر كنز فعلا حقيقة. فالله يرحمه. فهو ساب لك حاجة جميلة اللي هو طبعا حب الناس ليه وفخر بيه. طبعا. نتكلم عن بداياته. هو ابتدأ أعتقد بمسرحية في يعني في بلده الشرقية. في الشرقية. كانت أعتقد زباين مهنم. بعد كده انطلق سينمائيا. بالظبط. إزاي كانت البداية؟ لا ازاي كانت البداية؟ كان في الشرقية وهو عنده حب الفن ده بجنون.
هو كان الوحيد اللي بيحب الفن من العيله. فلا كان عنده بقى بين استقرار في الشرقيه وبين ان هو لا يجي هنا القاهره، فلا استقر هنا في القاهره رغم ان هو كان سنه صغير. وابتدى كان قاعد مع الفنان احمد زكي، هما الاثنين كانوا في شقه واحده، وابتدوا بقى الفن، مرحله الفن. وبعد كده لا ابناء في العاصفه، وابتدى بقى المرحله بتاعته الفنيه مع الفنان عادل امام وعمر، الفنان عمر حريري. ابتدى بقى انطلق بقى، لان كان والدي كان بيتميز بالصوت، بيتميز ان هو تركيبه ممكن دلوقتي يعمل دور شيطان، صحيح. شويه يعمل دور طيب، دلوقتي ممكن يعمل شيخ. فاحنا كمان كنا في البيت احنا مش فاهمين يعني عارفه ممكن يلعب كذا دور، لان كان بيتعرض عليه كذا دور وكذا شخصيه في نفس الوقت. ما ده الجميل، لانه يعني معظم الناس اللي بنتكلم عنهم اللي هم العلامات بتوع زمان دول تميزوا في الكوميديا بس. لا، لكن الفنان متولي علوان كان في الكوميديا، وكمان ادى ادوار زي ما حضرتك قلتي في المسلسلات الدينيه، او دور الشيطان، او دور ابو لهب. فده برضو مساحه الصوت ساعدته في ان هو يعمل ده. هي صوت واداء. لان دلوقتي ممكن يعني حالا انت بتعملي دور شيخ، بالليل بيذاكر حاجه ثانيه بيعمل دور شيطان، بكره ممكن يذاكر حاجه ثالثه خالص يعمل دور بوحه مثلا، في بوحه وكان عامل دور وشخصيه وبيحسسنا بيها فعلا. بعد كده كان في دور كوميدي كده ان هو بيغني، فقال يلا. ايوه ده كان في دور في فيلم رشا جريء. لو سمع صوت جلوسك بيقول لك ده صوت. هو كان في اختبار لجنه الاصوات يعني. ايوه مش بيغني. لا ده اللي هو بيختبرهم عشان يقبلهم. ماليش دعوه بالموضوع، وبعدين ده مش عاجبه يعني. الله لازم اقول. فهو ذكاء من المؤلف والمخرج انه اختار يعني متولي علوان. ايوه هو معروف بصوته الغليظ يعني ونبرته، ان هو يبقى كمان في ده، فده فجر الكوميديا لوحده غير شغله على نفسه. ازاي كان بيشتغل على الادوار، وازاي كان يعني بيروح متحضر ان هو يؤدي الدور اللي ممكن اليه؟ كان بيقعد في الاوضه بتاعته، محدش يقدر يخش عليه غير مثلا المشروبات اللي هو عاوز يشربها كده بس. كان بيعيش وتقمص الشخصيه، ممنوع حد يفصله خالص باداء. وعلى فكره والدي ما درسش في المعهد خالص، ما استعانش بالورش، ودي كان اصعب، ان انت بتقدمي دوت وانت ما درستيش ومفيش ورش ومفيش تطور ومفيش اي حاجه وبتعلمي كمان. فده كان بصراحه يعني يا رب اوصل بس ربع. لا ان شاء الله تبقي كمان سابقاه. الشاشه عندنا هنا وجايبه مجموعه من ادواره في صوره واحده. ايه اكتر دور انت بتحبيه؟ اعتقد في ده جزء من ابو علي وجزء من جانا البيان التالي، ومجموعه كده متنوعه من الادوار. هو بصي هو كل دور جميل يعني. حسبي الله ونعم الوكيل في جانا البيان التالي. بصي اللي هو الكوميدي، ان انت بتغيري مبدئك عشان مجرد ايه حد الفلوس ومش عارف انت هتغريني بالفلوس، لما محمد هنيدي اغراب الفلوس على طول غير مبدئه ومفيش حاجه، وصاحب البيت ده جميل. في تعالي هنا على اللي هو الفيلم بتاع كريم عبد العزيز ومنى زكي، ده كان كوميديا يعني. اخرجي بقى امشي بقى هتعرونا، غيري ملابسكم بقى يعني عارفه اللي هو. لا هو نقل، بيعمل عارفه النقلات بطريقه حلوه جدا. ده كان فيلم ابو علي اعتقد. كان فيلم ابو علي. طيب يعني الكلمات اللي بيقولها دي او الافيهات دي كانت بتبقى مكتوبه، ولا هو ساعات كان هو بيضيفها عنده؟ ساعات بتبقى مكتوبه وساعات هو بيرتجل. طب هو حاسس ان دي هتعلي الحكايه فلا يعملها. وبالمناسبه هو كان دايما بيسمى يعني بغول المسرح. فكان اي حد بيخاف ان هو يقف قدامه شويه. مين بقى اللي كان بيحب يقف قدامه؟ الفنان احمد ماهر، لان هو نفس مدرسه الصوت. فهو على كاريزما، هو الفنان بيحب الفنان اللي قدامه عارفه يبقى فيه كده يعلو الدنيا ما تقعش في نفس المستوى. فيلا بقى اديني اكتر، وانا عارفه انت الصراع ده بيبقى حلو جدا. ففعلا كان بيسمى ان هو غول المسرح فعلا. هو الوالد له كاريزما يعني فعلا، ممكن يكون طلته مع صوته مدياه طبع معين كده، ونفس فعلا المدرسه بتاعت احمد ماهر، لان هو برده
ونفس الطريقه في التنوع في الادوار، بتصدقيهم في اي دور. اذا كان دور كوميدي بيقدروا يعملوه، تراجيدي يقدروا يعملوه، حتى يعني احمد ماهر مثلا عمل حاجات رومانسيه وحاجات تاريخيه وحاجات دينيه وبيمثلوا. فاعتقد ان ده كان دايما بيشجعني فعلا، لان احنا اشتغلنا مع بعض مسرح. يعني خليني استنهز الفرصه واقول له يعني شكرا ليك، لاني كان دايما واحنا في الكواليس اشتغلت معاه مسرحيه، لا يحفزك ويقول لك لا انا عايزك انت دايما تبقي فوق فوق فوق، لان انت بنت حد مش سهل. فدايما لا كان بيحفزني فعلا، ودايما لو في حاجه يقول لي لا خلي بالك لا فعلا، فانا بشكره يعني. انتوا مين؟ احنا جايين لامين. امين ولد ابو جليل ولا امين ولد الطحاوي؟ لا والله ما اعرفش امين ولد مين، اللي اعرفه ان اسمه امين زين الدين. يبقى امين ولد ابو جليل، النهارده فرح اخته والبلد كليتها عند التبه. تعالوا معاي اشوف لكم خلقات جديده تلبسوها، ما يصحش تروحوا معانا الفرح كده، اتعروني. عندك شك فيه والنظر اللي معاه، وعلشان هو ليه قرايب مهمين ارتميت هنا بقالي شهر ومن غير تهمة. هذا أيها السيد المشرف، حسبي الله ونعم الوكيل. رجعنا لحضراتكم تاني وشفنا مقاطع جميلة من فيلم صاحب صاحبه وفيلم أبو علي، كنا أشرنا إليها مايا في يعني اللقطة دي بالذات اللي هي بتاعت تغيروا هدومكم علشان يعني هتعرون. أيوه. طيب احنا عايزين نتكلم بقى عن متولي علوان في البيت. عرفيني على الأسرة وطريقة تعامله كده كأب وكزوج معاكم في البيت. لا بصي، هو الناس كلها كانت بتفتكر ان هو عشان بيعمل ادوار شرير وحاجات ان هو برضو مبهدلنا في البيت يعني. لا خالص، هو حنين جدا جدا وعنده اساسيات. ايه الاساسيات؟ ان انت لازم تحافظ على يعني كارتباط، لا ما ترتبطش الا بعد الدراسه، اهم حاجه عنده الدراسه. على فكره بالمناسبه ما كانش بيسيب فرد خالص، كان محافظ على صلواته جدا، محافظ على اللي هو العادات والتقاليد اللي هو اتربى عليها في الشرقية. وبرضه مربينا عليها الحمد لله، يعني كانش ولا لي اي حاجة يعمل اي حاجة خارجة او لا، بيحافظ على كده جدا. وكان دايما بيكون لينا اب قدوة، واحنا عشان كده احنا بنفتخر بيه. يعني ولا لي ساب لنا سمعه سيئه ان احنا نستخبى او نتضايق او خالص، الحمد لله. دايما في الوسط يقول لك لا المحترم، يعني كان بيلقب بالمحترم. ويعني دايما كنت في حاجات بقى اتفاجئت بيها، بيساعد كل الدنيا من يعرفك ما يعرفكيش، بيحب ده، بيحب الخير وبيحب يساعد الدنيا كلها. دي الحمد لله في الأسرة كلها، يعني في والدتي برضو احنا الحمد لله متربيين على ده. فلا يعني انا فخورة ان هو كان والد الله يرحمه، يعني كانت يعني والدتي ربنا يحفظها يا رب، هي سبورت لوالدي. وده مهم ان هي دايما الست. دلوقتي بحس ان في أنانية انا وبس، يعني سواء الست سواء الراجل ده غلط. لا طب ما احنا من المفروض ان احنا بنكمل بعض. مش بنكمل بعض عشان ده البيت ايه، لا بنكمل بعض عشان في اولاد بعد كده لازم يفتخروا بابنائهم، ولازم يفتخروا ان انا وصلتك للمرحله دي. وفعلا كانت هي عارفه اللي هو بترتب له مواعيده، بتذاكر معاه، رغم ان هي على فكره ملهاش دعوه بالميديا خالص وملهاش دعوه بالموضوع، بس هي كانت علاقات عامه، مديره علاقات عامه. بس يعني كانت بتسمع له الادوار مثلا، سمع له، حفظه ساعات، عارفه الادوار مثلا. لا تقول له هي ناقده لذعه على فكره، يعني عارفه انه يسمع لكلامكم رايكم، بياخد رايكم في الادوار. وفعلا على فكره لما النقاد بيكون رايها هي راي النقاد فعلا، فهي كان بيستغرب لدرجه ان كانوا بيعرضوا عليها، بيجونا في البيت وبيعرضوا على ماما السكريبت، لان بيشوفوا فعلا رايها. ولغايه دلوقتي مثلا لو انا في حاجه تقولي لا 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 خلي بالك تلجئي لها انت كمان دلوقتي. طبعا لا لا انا من غيرها ضيع. ربنا يحفظك. بس وحياه غلاوه، انا جات لي حته جديده، انما ايه اللي جولك دول كوم وقيت لوحدها كوم تاني خالص. طبعا كده سعرنا هيزيد شويه. ما
مش هقول لك 200، هقول لك 150 بس يا باشا. خليها علينا اول مره، وبعد كده انت اللي هتطلبها بالايه. استبينا ماشي يا باشا، مع الف سلام. ما تحضري الطبله والسجاد يا باشا، انت وهاني عايز اجوي ليلادي مليان بهجه وفرح وسرور. ياسمين يا ياسمين. ايوه يا رب. تعالي يا ياسمين، تعالي يا حبيبتي. انت يا حبيبتي الجاي من الليلات، من الليلات هتكون بداية. هي نصيبة ولا ايه يا عبلتي؟ والنبي يا بنت انت باين عليكي هبلة، وفي حد النهارده بينكسف؟ انا نفسي بتكسف لما عمي ده طبعا جزء من احد المسرحيات اللي شاركتي فيها. مايا علوان ممثله في مسرح البالون. كلمينا بقى انت عن كاريرك الشخصي وازاي دخلتي الفن، وهل بابا كان موافق ومشجع ولا لا؟ هو انا دخلت الفن بعد بابا الله يرحمه ما توفى. بالمناسبه على فكره ماما اللي كانت كاتبه لي مكالمه التليفون والله لان هو المخرج دبسني قال لي بصي اتصرفي وعايز مكالمه تليفون وما اعرفش هتبقى عامله ازاي. وماما برضو اللي مساعداني في اللبس والاكسسوارز والحاجات، وهي دايما بتدعمني فانا بشكرها طبعا على الهوا، بقول لها ربنا يخليكي ليا ويحفظك، دايما سبورت ليا. فنرجع بقى للبدايات بتاعتي. لا انا كنت في المعهد بتاعي، فبعيد برضو عن السينما، انا ما دخلتش درس كارير تاني خالص. يعني انا خريجه فيوتشر اكاديمي نظم معلومات اداريه، يعني ملوش دعوه. فلا انا دخلت المسرح بتاع الاكاديمي عندي، فابتدت بقى البدايات بتاعتي المسرح الجامعي يعني. وده على فكره مفيد جدا، وانا بشكر يعني المخرج اللي اكتشفني، المخرج محمد لبيب اللي هو سبورت ليا، وهو بالمناسبه مخرج العمل دوت المسرحيه دي. ويعني بصي بيفجر المخرج، دايما بقول هو بيفجر فيكي حاجات وبيشوف فيكي حاجات انت ما تعرفيش. انا كنتش عارفه فكره ان انا بعرف امثل خالص. فانا قلت له حاجه، لو انا بعرف امثل قول لي، لو مش بعرف امثل عشان صوره بابا عارفه يبقاش شكلي وحش. صح، الناس بتشوفك امتداد للوالد، او بتقول يعني البنت لازم تكون برده على نفس المستوى. بيبقى ليكي بصي عليكي كلوز قوي. يعني ان انت لو انت مثلا بره يعني مفيش حد عندك في الفن فعادي بتعدي حلوه وحشه، لكن لا دايما انت محطوطه قوي في لا ده انت بنت فنان او فنانه ما ينفعش صورتك. طب انت هل الاداء بتاعك حلو او كده؟ فدي بتبقى صعبه جدا. بعد كده بقى لا اشتغلت في مسرح البالون في نفس تقريبا الوقت، وخدت اول جمهوريه من اول مسرحيه عملتها. وبعد كده خلاص بقيت في البالون بقى، مثلت مع سمير صبري، دولي شاهين، بوسينا، رشوان، احمد ماهر، احمد الكحلاوي، والعديد بقى من النجوم فعلا اللي بكنهم كل الاحترام، محمد عبد الحافظ يعني بجد. وكل حد علمني حاجه وتعلمت منه حاجه، واحنا دايما المسرح بنبقى اسره واحده. صحيح. وده الكويس يعني، عارفه اللي هو مش انت بتصوري او وخلاص بتمشي زي الميديا، ممكن يستمر لشهور. فطبعا ده بيخلق ألفة كبيره قوي. يعني احنا ممكن في مسرحيه قعدت فيها سنه ونص بروفات، فانت خلاص بقيتي بيتك. انا بتمنى لك كل التوفيق يا مايا، وان شاء الله يكون حظك كمان احلى من حظ بابا، وتقدري تحققي كل اللي نفسك فيه في المجال الفن. وبشكرك وبنشكر روح بابا متولي علوان على كم الضحك اللي سببه لنا على مدار حياته من خلال اعماله الرائعه. ميرسي تسلمي وميرسي لحضرتك. واحنا لازم بجد كشباب احنا لازم نقدم حاجه للمجتمع راقيه. وكمان يعني انا عارفه ان الرئيس عبد الفتاح السيسي دلوقتي بيحب يعني مرحب بالفن ومرحب بالكوره ومرحب بكل حد عنده موهبه. فانا من خلال البرنامج فانا بقول له يا ريت ان احنا نجمع الشباب، وان احنا ممكن مثلا في المؤتمر ان احنا نعمل حاجه عن مصر، نعمل حاجه بدل ما كل واحد يبقى عنده اتجاهات مختلفه وملهاش هدف. لا احنا محتاجين حتى الفن ده بيوصل، دي اسرع حاجه يعني. احنا بنقول له لا احنا انا محتاجه فعلا ان انا اقابله، بس اقابله بعمل يعني مشرف. وهو اعتقد ان هو مش بيخذل حد ابدا، وبيسمع لصوت دلوقتي الشباب جدا. وانا بكننه كل الاحترام والتقدير. واهم حاجه ان احنا الناس مش حاسه بيها قوي، ان احنا نبقى في امان، واللي احنا في امان فيه دلوقتي ان شاء الله قوتنا النعمه دي تكون موجوده وحاضره طول الوقت، وهي السبب في ان مصر تتبوى اعلى مكانه، وطبعا في القلب من قوى النعمه الفن. شكرا ليكي يا مايا على وجودك. مصر جميله بيكم. مصر جميله بيكي وكل الرموز الحلوه اللي موجوده في مجتمعنا في الفن. بشكركم شكرا جزيلا اعزائنا، بكره ان شاء الله بيتجدد اللقاء ومجموعه اخرى.